الكل يحشد. تعزيزات من كل حدب وصوب تصل إلى الأطراف الجنوبية للعاصمة الليبية. يبدو أن المعركة هنا ستطول. تسعى حكومة الوفاق لإبعاد قوات الجنرال خليفة حفتر ما أمكن عن طرابلس. هذه يا بلدة إسبيعة، قوات حكومة الوفاق استطاعت الوصول لهذه النقطة متقدمة جدا قبل ساعات قليلة من الآن. معارك ضارية تدور الآن، كما نستطيع أن نسمع أصوات القصف والاشتباكات خلفي في هذه المنطقة بالكامل. سريعا تراجعت قوات حفتر عن هذه الجبهة التي تبعد عن بلدة العزيزية نحو 20 كيلومتر. هذا مركز شرطة السبيعة. هذه بلدية، سبيعة بلدية. كانوا في قتال عنيف يا مزال ما هو فيه فلول، انقسم يعني تم تقطيع أوصال الجيش الحفتري إلى عدة أوصال. أصبح التعامل شوف تسمع من هنا، تسمع من هنا. برفقة مجموعة من القوات الموالية لحكومة الوفاق توجهنا لمركز البلدة بعد أن أبلغنا بتأمينه. الله أكبر، جزيرة السبيعة أكبر. رغم فرحة المقاتلين هنا بالنصر السريع إلا أن الكل بدأ متوجسا. هذا وسط السبيعة، هذه جزيرة، هذه وسط السبيعة بالضبط. تم دحر العدو. هاي اتجاهات من هون باتجاه أي بلدة؟ من هنا باتجاه قصر بن غشير. هذا اتجاه قصر بن غشير. قصر بن غشير. نعم. تم اعتقال مجموعة من مقاتلي حفتر والسيطرة على سلاحهم وسياراتهم العسكرية. هذه إحدى السيارات التي تم السيطرة عليها من قبل القوات الموالية لحكومة الوفاق، هي إحدى السيارات التي تتبع لقوات الجنرال خليفة حفتر. بفخر كبير توقف المقاتلون هنا وعرضوا علينا تصوير هذه السيارة لإظهار انهيار معنويات الجانب الآخر. إذن هذه هي الإشارة الخاصة بالقوات الموالية للجنرال خليفة حفتر، القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، لواء 106 مجحفل هنا. لم يكد يمضي وقت طويل قبل أن اضطر لمغادرة المكان، إذ بدأت القوات على الجانب الآخر باستهدافه بصواريخ الجراد والمدفعية، كما بدأت الطائرات الحربية بالتحليق فوق المكان. ليس بعيدا عن هذه الجبهة وأيضا عند الأطراف الجنوبية للعاصمة كان المشهد مختلفا جدا. على وقع أناشيد عسكرية مصرية بث الإعلام الحربي التابع للجنرال خليفة حفتر هذه الصور لغنائم قواته بعد تمكنها من اقتحام تحصينات قوات الوفاق في معسكر اليرموك وتكبيدها خسائر كبيرة. صور لا يمكن التحقق من صحتها من مصادر مستقلة. وقع المعارك على الجبهات لا يسمع داخل العاصمة. باستثناء بعض المواقع التي استهدفتها قوات حفتر في طرابلس تسير الحياة هنا بشكل طبيعي لكن بحذر. ثمة مخاوف كبيرة لدى سكان العاصمة الليبية هنا مما قد تحمله الأيام المقبلة من تطورات، إذ من الصعوبة بمكان معرفة حقيقة ما يدور على الجبهات، ليس فقط لامتدادها الشاسع أو تبدل المعطيات بين ليلة وضحاها، وإنما أيضا لعدم موافقة القوات الموالية لحفتر لأي وسيلة إعلامية على الدخول إلى مناطق سيطرتها والاطلاع على المشهد من هنا. تعتقد حكومة الوفاق أن لدى حفتر ما يخفيه. لا يتوانى إعلام الجنرال عن نشر صور المدرعات والأسلحة الحديثة بحوزة قواته، لكن ثمة أنظمة عسكرية متطورة تشير الكثير من المعطيات إلى أنها دخلت أرض المعركة. يتهم عضو المجلس الرئاسي محمد العماري دولة بعينها بتزويده بها. الكل يعلم أن هناك دول بعينها وعلى رأسها دولة الإمارات العربية المتحدة للأسف الشديد اخترقت الحظر الدولي. هل تعتقد هي أن الإمارات هي من زودت الجانب الآخر بهذه الطائرات المسيرة التي تستطيع أن تستهدف مواقعكم بصواريخ موجهة بهذه الطريقة؟ بكل تأكيد، بل أن هناك قاعدة عسكرية في الشرق الليبي قامت الإمارات خلال الفترة الماضية ببنائها وتطويرها. نحن كذلك لدينا حلفانا ولدينا دول مدت يدها لمساعدة حكومة الوفاق الوطني بصفة الحكومة الشرعية الموجودة في طرابلس. تركيا أبدت رغبتها في ذلك، وأعلن الرئيس التركي مشكورا
دعمه للليبيين ودعمه لحكومة الوفاق الوطني. نحن تربطنا على هذه الاتفاقات للحظر المفروض على البلاد منذ العام 2011 بناء على قرار المجلس الأعلى. وبكل تأكيد إذا كان الأمر يخضع للحظر فلن يتم تجاوز الحظر، أما إذا كان لا يخضع للحظر فهذه مسألة أخرى. تلقي القوات التابعة لحكومة الوفاق مساعدات من تركيا وأيضا قطر وإيطاليا هو اتهام قديم يوجهه إعلام حفتر لهم. اليوم المؤكد أن فصلا جديدا في الصراع قد بدأ، بموجبه بات اتفاق صخيرات الذي أرسى خارطة طريق لحل الأزمة الليبية جزءا من الماضي. الشرعية اليوم تنتظر الحسم العسكري من بوابة العاصمة التي يبدو أنها على أعتاب حرب ضروس. فراس كيلاني، BBC، من العاصمة الليبية طرابلس.